بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال الكلام موصولا مع الآية الكريمة، مع قوله تعالى اليوم، مع قوله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. وقد اقتبسنا منها بعض الأحكام المختصة بالصيام، ومن ذلك ما تبقى، وذلك في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الجملة من الآية تحدد بداية الصيام ونهايته. الصيام اليومي يبدأ بطلوع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران، الفجر الأول وهذا لا يصام عليه ولا يدخل به وقت الصلاة، صلاة الفجر، لأنه من الليل، وعلامته أنه مثل العمود مستطيل، ثم يأتي بعده ظلمة. هذا لا يعتبر بداية للصيام ولا لصلاة الفجر، وإنما المراد الفجر الثاني وهو المستطيل. الفجر الثاني وهو المستطيل في الأفق معترض، معترض في الأفق، ولا يأتي بعده ظلام. هذا هو الذي يدخل به وقت الفجر، وقت صلاة الفجر، وهو الذي يبدأ به الصيام. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا الفجر الثاني. ولهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، مؤذن يقدم الأذان على طلوع الفجر من أجل أن يستعد الناس ويعلموا بوقت، يعلموا بقرب طلوع الفجر، وهو بلال رضي الله عنه. والمؤذن الثاني ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فكان صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. دلت هذه الآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن الإنسان لو أدركه الفجر وعليه جنابة، أو المرأة
الحائض إذا انقطع حيضها مع طلوع الفجر أن كل منهما يصوم ولو لم يغتسل. المرأة إذا انقطع دمها عند طلوع الفجر تصوم ولو لم تغتسل. الجنب إذا أدركه الفجر وهو جنب فإنه يتسحر ويصوم ولو لم يغتسل، ثم يغتسل بعد ذلك. وهذا أخذا من قوله تعالى وكلوا واشربوا مع ما سبق، فالآن باشروهن، أي باشروهن حتى يتبين لكم. فهذا قيد للثلاثة، للأكل والشرب والجماع، فللرجل أن يجامع زوجته إلى أن يتبين الفجر، فإذا تبين يمسك ويتسحر ويصوم ولو كان لم يغتسل، ثم يغتسل بعد ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كان يدركه الفجر وهو جنب من جماع وليس من احتلام، فيصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. الصيام لا يشترط له الطهارة، لأن الصيام نية وإمساك، فلا يشترط لبدايته أن يكون الإنسان على طهارة. فهذا الحكم يؤخذ من إشارة الآية، وهي قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الجماع وأباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، دل بإشارته على أنه لو كان جنبا وأدركه الفجر فإنه يصوم ولو لم يغتسل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو لم يغتسل من الجنابة فيصوم ثم يغتسل بعد ذلك. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يفرط ويتمادى في الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر. الحد الفاصل هو طلوع الفجر، ولا يتمادى الإنسان في أكله وشربه حتى يطلع عليه الفجر وهو يأكل ويشرب أو يجامع زوجته، هذا يفوت عليه بعض النهار وهو لم يصم ولو لحظة. كما أن بعض الناس يمسك مبكرا، وهذا أيضا خلاف المشروع. مشروع أنه ما يمسك إلا عند طلوع الفجر. بعض الناس يتسحر في وسط الليل أو قبل طلوع الفجر بوقت ويمسك، هذا صام قبل وقت الصيام، فهذا متشدد في الصيام حيث إنه صام قبل بداية الصيام، هذا يعتبر من التشدد. والثاني متساهل، وهو الذي تمادى في الأكل والشرب بعد طلوع الفجر، فلا تشدد ولا تساهل، يجب الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. قد يكون بعض الناس يسهر الليل ثم إذا أقبل الفجر أكل وشرب وملأ بطنه ثم نام ولا يقوم لصلاة الفجر، يصوم قبل طلوع الفجر وينام عن صلاة الفجر،
وهذا خلل عظيم. المطلوب من المسلم أن يتسحر ويدعو في وقت السحر ويستغفر ويكون من المستغفرين بالأسحار، وفي الأسحار هم يستغفرون، ثم يقوم لصلاة الفجر يصلي مع المسلمين. أما أنه تسحر آخر الليل ثم ينام ويترك صلاة الفجر، فهذا ترك ما هو أهم من الصيام وهو الصلاة. الصلاة أهم من الصيام، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام هو الركن الرابع. الصلاة فرضت قبل الصيام، الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، الصيام ما فرض إلا بعد الهجرة إلى المدينة. الصلاة آكد، يجب المحافظة على الصلاة أولا ثم الصيام. أما أنه يحافظ على الصيام ويضيع الصلاة، هذا بالعكس، وقد لا يصح صيامه. إذا ضيع الصلاة لا يصح منه صيام. يجب التنبه لهذا الأمر. ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل. الليل بماذا يبدأ؟ النهار عرفنا بماذا يبدأ، بطلوع الفجر. الليل بماذا يبدأ؟ يبدأ بغروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا غربت الشمس في الأفق ورأيت الليل قد أقبل من المشرق، أحينئذ انتهى الصيام، ولا يجوز أن تؤخر الإفطار. بل أحب الناس إلى الله، أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرة، فبادر بالإفطار. ولم يقتصر صلى الله عليه وسلم على قوله إذا غربت الشمس، لأن الشمس قد تغيب في بنيان ولا في جبل ولا في مرتفع، لكن العلامة على غروب الشمس إقبال الليل من المشرق، هذه العلامة على غروب الشمس. أما إذا غابت الشمس من وراء مرتفع ولم يقبل الليل من جهة المشرق، فهذا ليس بداية الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ثلاث علامات: إذا أدبر النهار من جهة الغرب، وأقبل الليل من جهة المشرق، وغربت الشمس، ثلاث علامات، حينئذ ينتهي صيام الصائم. وفي قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا فيه دليل أولا على مشروعية الاعتكاف، وهو اللبث في المسجد، اللبث في المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، ما هو اللبث في المسجد للنوم والراحة، وإنما اللبث في المسجد لعبادة الله، للاشتغال بعبادة الله، الذكر، تلاوة القرآن والصلاة. وإذا كان في المسجد الحرام الطواف بالبيت والإكثار من الطواف، هذا هو الاعتكاف المشروع، اللبث في مسجد من المساجد لعبادة الله من أجل التفرغ من أعمال الدنيا والاشتغال بأعمال الآخرة.
هذا هو الاعتكاف، وهو عبادة، هو عبادة عظيمة. وفي قوله ولا تباشرهن دليل على أن المعتكف لا يجوز له أن يستمتع بزوجته مدة اعتكافه، فإن جامع زوجته بالليل وهو معتكف فسد اعتكافه، لأن الاعتكاف يأخذ الليل والنهار. لا يظن المعتكف أن الجماع إنما حرم عليه في وقت الصيام فقط، لا، المعتكف يحرم عليه الجماع في الليل والنهار حتى ينهي اعتكافه. أما غير المعتكف فيباح له الجماع ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا في غير المعتكف. أما المعتكف فيحرم عليه الجماع الليل والنهار حتى ينهي اعتكافه. ولا تباشروهن أي نساءكم وأنتم عاكفون في المساجد. وفي قوله في المساجد دليل على أن الاعتكاف لا يصح ولا يجوز إلا في مسجد، فمن اعتكف في بيته أو اعتكف في غرفة خارج المسجد فإن هذا لا يجوز ولا يعتبر اعتكافا، لأنه يقطعه عن صلاة الجماعة ويقطعه عن إخوانه المسلمين، وهذه خلوة محرمة، هذه خلوة محرمة لا تجوز. الاعتكاف إنما يكون في بيوت الله في المساجد، ولا يجلس في بيته ويقول هذا اعتكاف، أو في غرفة من غرف بيته يخصصها ويقول هذا اعتكاف، هذا بدعة وليس اعتكافا وليس عبادة لله، وهذا منهي عنه. قيل لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا يشهد الجماعة، يزعم أنه معتكف لا يحضر الجمعة ولا الجماعة، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو في النار، هذا الذي ترك الجمعة والجماعة في النار، لأن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة واجبتان على المسلم، على كل واجبتان على الأعيان، على أعيان المسلمين وأفرادهم. فالاعتكاف الذي يقطع من صلاة الجمعة ومن صلاة الجماعة هذا اعتكاف باطل، لأن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة واجبتان والاعتكاف سنة، فكيف يترك صلاة الجماعة ويترك صلاة الجمعة ويقول أنا معتكف؟ لكن إذا اعتكف في المسجد تمكن من صلاة الجماعة، تمكن من صلاة الجمعة، فيجمع بين الحسنيين، بين الاعتكاف وبين حضور صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. ولهذا قال وأنتم عاكفون في المساجد، دل على أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، وفي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وليس مسجدا مهجورا ومتروكا لا يصلى فيه، لا بد أن يكون مسجدا حيا تصلى فيه الجماعة، وإذا حصل جامع تصلى فيه الجمعة أيضا فهو أحسن. ودل قوله في المساجد على مشروعية الاعتكاف في جميع المساجد، وليس ذلك خاصا بالمساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأن الله عمم وقال وأنتم عاكفون في المساجد، ولأجل التيسير على المسلمين، تيسير الاعتكاف للمسلمين، أو كل الناس يجون للمساجد الثلاثة.
ما يتيسر لهم هذا، فلا يحرمون من الاعتكاف في مساجد بلدهم، والحمد لله يحصلون على الخير على الأجر، فلا نحصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة كما يقوله بعضهم. ثم قال سبحانه: تلك حدود الله. تلك حدود الله، هذه الأحكام التي بيّنها الله في هذه الآية، وهي الأكل والشرب والجماع حتى يطلع الفجر، هذه حدود الله. والحد معناه المنع، الحد معناه المنع، والشيء الممنوع يسمى حدا، أي أن الله حدد لكم، الله حدد لكم الأكل والشرب والجماع بطلوع الفجر، وحدد لكم أن الجماع لا يجوز للمعتكف. هذه حدود الله، أي حرماته، حرماته حرم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر، وحرم الجماع بعد طلوع الفجر للصائم، وحرم الجماع مطلقا للمعتكف حتى ينهي اعتكافه. هذه حدود الله، أي حرماته. ثم قال: فلا تقربوها. ما قال لا تفعلوها، بل قال لا تقربوها، من باب الاحتياط. فالإنسان يترك الحرام ويترك الوسيلة التي تؤدي إلى الحرام، في قوله لا تقربوها ترك للوسائل التي تؤدي إلى الحرام. وحدود الله إذا أريد بها المحرمات فإن الله يقول فلا تقربوها، وإذا أريد بها المباحات فإن الله يقول فلا تعتدوها. فدل على أن الحرام يجب أن يبتعد عنه، وألا يتساهل الإنسان في الأشياء التي تقربه إلى الحرام. لما حرم الله الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا تفعلوا الأسباب التي توقع في الزنا. ولذلك حرم النظر، حرم النظر إلى المرأة بشهوة، المرأة الأجنبية، لأن هذا وسيلة إلى الزنا. وحرم خلوة الرجل الأجنبي مع المرأة، لأن هذا وسيلة إلى الزنا. وحرم سفر المرأة وحدها، لأن هذا وسيلة إلى الزنا. وحرم على المرأة السفور والتبرج، لأن هذا وسيلة إلى الزنا. فكل ما يؤدي إلى الحرام فإنه حرام، كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. والشرع جاء بسد الطرق المفضية إلى الحرام، ومنها هذه الآية: تلك حدود الله فلا تقربوها. ما قال لا تفعلوها، بل قال لا تقربوها، هذا أشد في النهي، يعني لا تفعلوا الأسباب التي توقعكم في الحرام، ولا تفعلوا الأشياء التي حول الحرام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فيجب على المسلم أن يحتاط لدينه، وأن لا يتساهل في الأسباب التي تؤدي إلى الحرام،
يتجنبها، تلك حدود الله حرماته، فلا تقربوها، لا تقربوا الأشياء التي توقعكم فيها، تجنبوها وتجنبوا أسبابها. ثم قال جل وعلا: كذلك يبين الله آياته. هذا فيه دليل على أن الله بين لنا القرآن، بينه لنا. فالقرآن كلام الله يفسر بعضه بعضا، وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. الرسول صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن ومبين للقرآن بأقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. السنة النبوية مفسرة للقرآن، لأن الله وكل البيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول مبين للقرآن، وذلك من خلال السنة الثابتة وهي الأحاديث الصحيحة، فإنها تفسير للقرآن وتبيين للقرآن. فدلت هذه الآية: كذلك يبين الله لكم آياته، أن القرآن كله مبين وكله مفسر، ولكن الناس يختلفون في أفهامهم وفي مداركهم، فمنهم من يعرف التفسير، يعرف قدرا كثيرا من التفسير، ومنهم من يعرف قدرا يسيرا من التفسير، ومنهم من لا يعرف شيئا. لكن القرآن مبين وموضح، فما علينا إلا الطلب، طلب تفسير القرآن، لأننا كلفنا بالعمل بهذا القرآن، فكيف نعمل به ونحن لا نعرف تفسيره؟ تفسيره موجود، موجود في القرآن نفسه، فبعض الآيات يفسر بعضا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه هو الذي يحتاج إلى تفسير يفسره غيره، والمحكمات هي الواضحة في نفسها التي لا تحتاج إلى غيرها في تفسيرها. فنحن نرد المتشابه إلى المحكم، ونفسر المتشابه بالمحكم من القرآن. هذه طريقة الراسخين في العلم. وأما طريقة أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كله من عند الله، فيفسرون المتشابه بالمحكم يتضح لهم. وما لم يجدوا تفسيره في القرآن يجدون تفسيره في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يجدوا تفسيره في سنة الرسول يجدون تفسيره في كلام الصحابة الذين أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يجدوا تفسيره عند الصحابة يجدونه عند التابعين الذين تتلمذوا على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله بيّن هذا القرآن بيانا واضحا، وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس يختلفون في الإدراك، فمنهم من يكون عنده حظ وافر من التفسير كعبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له أن يعلمه الله التأويل
أي التفسير، فكان أكثر الصحابة فهما لكلام الله عز وجل، ولذلك يسمى ترجمان القرآن. كان عمر بن الخطاب يحضره وهو صغير، وهو طفل صغير، يحضره مع أكابر المهاجرين والأنصار ويسأله عما أشكل من القرآن، لأن الله أعطاه فهما ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك العلماء يختلفون، منهم من يعطيه الله قدرا كبيرا من فهم كتاب الله وتفسيره، ومنهم المتوسط، ومنهم الذي قليل معرفته بالقرآن، ومنهم من ليس عنده معرفة بالقرآن، ولكن الذي ليس عنده معرفة يسأل أهل العلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على أن هناك أشياء واضحة يعرفها العوام، القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العوام ولو لم يتعلموا، مثل تحريم الزنا، تحريم الشرك بالله عز وجل، تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم الكذب، هذا كله واضح في القرآن، مثل وجوب الصلاة، الصلوات الخمس، مثل الحج والعمرة، هذا واضح في القرآن يعرفه حتى العوام. لكن هناك أشياء لا يعرفها العوام، وإنما يعرفها أهل العلم، والواجب على العوام أن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم في التفسير وفي غيره. كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله آياته للناس. شوف، للناس عموما، يبين آياته للناس عموما، ولم يبين آياته لطائفة من الناس أو فرقة خاصة، لا، بين آياته للناس، فمن أراد البيان وجده، ومن حرص عليه وطلبه وجده موجود، لكن الشأن في الجد والاجتهاد والحرص في طلب العلم، وإلا فالله بين لنا الآيات، وما علينا إلا طلب هذا البيان، وهذا لا يحصل بالتمني ولا يحصل بالدعوة، إنما يحصل بطلب العلم والحرص على فهم كتاب الله عز وجل. بينوا آياته للناس لعلهم يتقون، هذا فيه دليل على أن تدبر القرآن يسبب التقوى. إذا تدبرت القرآن وتأملت القرآن فإنه يقودك إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرآن كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فالقرآن عظيم، غزير المعاني، كثير العلم، فإذا تدبره المسلم فإنه يتأثر به ويخشى الله ويخاف الله. أما إذا أعرض عن القرآن فإنه لا يبالي بالحرام والمعاصي، ولهذا يقول جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. أعرض، لم يتعلم، وهو يقدر على التعلم لكنه لا يريد التعلم، هذا معرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف
ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالذي يعرض عن القرآن يبتلى بالشيطان، والذي يقبل على القرآن ويتدبر القرآن يرزقه الله التقوى ويرزقه الله الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لا تحصل التقوى إلا بتدبر القرآن وتفهم القرآن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا، وأن يعفو عن أخطائنا وسيئاتنا وزللنا، وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز أن أعتكف في العشر الأواخر في الليالي الفردية فقط، وما هي شروط الاعتكاف؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز أن أعتكف في العشر الأواخر في الليالي الفردية فقط، وما هي شروط الاعتكاف؟ الاعتكاف يجوز قليله وكثيره. إن اعتكفت العشر الأواخر كلها هذا أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرة كلها، هذا أكمل وأفضل. وإن اعتكفت بعضها فلك من الأجر بقدر ما عملت وبقدر ما اعتكفت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن جاء لأداء العمرة وطاف بالبيت وكان في بلده يطوف بالقبور؟ الواجب على من يطوف بالقبور أو يدعو الموتى أو يستغيث بهم أن يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام من جديد، لأن الذي يستغيث بالأموات ويذبح للأموات ويتقرب إلى الأموات هذا مشرك، الشرك الأكبر. فعليه أن يتوب إلى الله وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد. الله لم يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. أما القبور فلا يطاف بها ولا يصلى عندها ولا يذبح لها ولا ينذر لها، ولا هذا شرك أكبر. دعاء غير الله عز وجل، ذبح لغير الله، عبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر. فالواجب على من وقع في شيء من ذلك المبادرة إلى التوبة والدخول في الإسلام من جديد، لأنه كان قبل ذلك على غير الإسلام. ما دام أنه يشرك بالله فهو على غير دين الإسلام. نعم. يقول السائل: هل يشرع تقبيل الركن اليماني، وهل يشرع التبرك بالمقام؟ الركن اليماني يستلم باليد فقط، يستلم باليد فقط، يعني يمسح باليد إذا كان الإنسان يطوف. فإذا مر بالركن اليماني إن تيسر له أن يمسحه بيده اليمنى هذا سنة، وإن لم يتيسر له فإنه يمضي ولا يشير إليه. أما الحجر الأسود فإنه يستلم، يعني يمسح باليد اليمنى ويقبل، هذا ممن يتمكن. أما من لا يتمكن فإنه يشير إليه من بعيد ويمضي في الطواف. ولا يجوز التبرك بالمقام، مقام إبراهيم. الله لم يشرع لنا التبرك
به، وإنما شرع لنا الصلاة عنده. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يفسر القرآن لما فرغ من الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم وجعله بينه وبين البيت وصلى ركعتين تسميان ركعتي الطواف، هذا هو المشروع، فيصلي عنده ويمشي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طلب أحد مني المساعدة وكان معي من المال ما يكفيني لقضاء أيامي فقط والرجوع إلى بلدي، فهل أكون بخلت عليه وأستغفر الله من الشح؟ إذا كان ليس معك إلا قدر ما يكفيك ويرجعك إلى بلدك فلا حرج عليك، لكن لو كان عندك شيء فاضل وزايد عن كفايتك فتصدق على المحتاجين وأعط السائلين. أما إذا لم يكن معك إلا ما يكفيك فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بمن تعول. نعم. يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته بعد انقطاع دم الحيض ولم تظهر علامات الطهر؟ لا يجوز الجماع بعد الحيض إلا بأمرين: الأمر الأول انقطاع الدم نهائيا، الأمر الثاني الاغتسال. قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. شوف، يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. فرتب جواز الجماع على أمرين: انقطاع الدم والاغتسال، فلا يجوز أن يجامعها قبل أن تغتسل ولو انقطع الدم. نعم. يقول السائل: ما حكم أخذ النعال من عند أبواب الحرم للوضوء أو لقضاء الحاجة أو الاغتسال ثم إعادتها أو أخذها للذهاب بها لمشوار ثم العودة، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ نعال الناس تروح توضابة ولا تستخدمها، حرام عليك، هذه أموال الناس وحقوق الناس، ما يجوز إلا بإذنهم، لا تأخذها. إن كان معك نعال لك البسن، ما معك شيء اشتر، ما معك ما تشتري تروح حافي، تمشي حافي ولا تأخذ نعال الناس. نعم. هذا سائل يقول: جعل لنا في فرنسا شقة من عمارة للصلاة ويدفع ثمن تأجيرها أناس ليسوا بمسلمين، فهل هذا المكان مصلى أم مسجد، وما حكم الصلاة فيه؟ إن وجدتم مكانا ليس للكفار عليه سلطة وليس لهم فيه منة يجب عليكم ذلك، وإذا لم تجدوا إلا هذا المكان فصلوا فيه إلى أن يغنيكم الله عنه. نعم. يقول السائل: فيه جماعات يصلون صلاة الجمعة وبعد ذلك يقيمون صلاة الظهر ويصلونها في نفس الوقت، أفيدونا أثابكم الله؟ هذا بدعة شنيعة. اللي يصلي الجمعة مع المسلمين ثم يقوم يصلي الظهر أربعا هذا فعل بدعة شنيعة ولا يجوز هذا، تكفي صلاة الجمعة والحمد لله. وهذا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الجمعة ويكتفي بها، وفرض اليوم هو الجمعة ليس ظهرا، يوم الجمعة ما فيه ظهر إلا لمن فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلي ظهرا، أما من أدرك صلاة الجمعة فإنها تكفي وهي فرض اليوم، فالذي يصلي معها الظهر هذا مبتدع وعمله هذا مردود عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم.
يقول السائل: أملك محلا تجاريا ولدي عمال يعملون لدي في المحل، ونظرا لعدم الأمن على البضاعة وصعوبة إدخالها كلها داخل المحل في كل مرة لإغلاق المحل، فإني عندما أسمع النداء للصلاة أذهب لأصلي مع الجماعة في المسجد، ثم بعد عودتي يذهب العمال بدورهم لأداء الصلاة فرادى، فما حكم هذا العمل؟ وهل علي إثم إذا لم أوفر الظروف المناسبة للعمال ليؤدوا الصلاة مع الجماعة؟ هذا يختلف باختلاف البلدان، فإذا كان البلد بلد أمن مثل هذا البلد ولله الحمد، الناس يتركون بضائعهم يروحون يصلون ويأتون وبضائعهم في محلها، لأن الأمن متوفر ولله الحمد، فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أنه يحرس البضائع. البضائع ولله الحمد في أمن، كل الناس يقبلون على الصلاة ويتركون دكاكينهم وبسطاتهم آمنة ما عليها خطر. أما في البلاد الأخرى التي لا يتوفر فيها الأمن فلا بأس أن يبقى عند البضائع من يحرسها، ويصلون في مكانهم، يصلون في مكانهم إذا كان مكانهم يصلح للصلاة، وإن كان لا يصلح للصلاة إذا جاء من يمسك البضائع عنهم ويحرسها يذهبون ويصلون هم جماعة، ما يصلون فرادى، يصلون جماعة. نعم. يقول السائل: هل لي أن أخرج زكاة الفطر عني وعن عيالي هنا في مكة علما بأن عيالي بالمغرب؟ نعم، تخرج زكاة عيالك مع زكاة كنت في هذا البلد، ويجوز العكس أنهم هم يخرجون عنهم وعنك في بلدهم، يجوز أنك تخرج عنك وعنهم هنا، ويجوز أنهم هم يخرجون عنهم وعنك هناك، المهم إخراج صدقة الفطر، هذا هو المهم. نعم. يقول السائل: إن أخي يعمل بتركيب الدش، فهل آخذ فيه زكاة ماله أو صدقة أو مساعدة منه أو هدية؟ أفيدونا أكرمكم الله. إذا كان عمله كله من محصول عمل الدش هذا حرام، لا تأخذ منه، يغنيك الله عنه. أما إن كان عنده محصول آخر غير تركيب الدشوش، عنده محصول من الحلال، فلا بأس إنك تأخذ منه الهدية وتأكل من طعامه. أما إذا كان ما عنده محصول إلا ما يناله من تركيب الدشوش فهذا حرام، لا تأكل منه ولا تقبل منه هدية حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل: أشكل علي قوله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني في قوله فخشينا، الضمير لمن يعود؟ الضمير يعود إلى الخضر، إلى الذي فعل هذا الشيء، وذلك أنه خاف على الوالد أن يفسده هذا الغلام لو كبر. الله أطلع الخضر على حالة هذا الغلام وأنه شقي، ولو كبر لأفسد والده فقتله حماية لوالده. خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، هذا من علم الله الذي أطلع عليه الخضر، والخضر قيل إنه نبي لأن هذه معجزة، وقيل إنه ولي من الأولياء وهذه كرامة وليست معجزة، فالله أعلم. المهم أنه قتله حماية لدين والده، لأنه لو كبر لا جر على والده الكفر والطغيان. نعم. يقول السائل: ما مدى صحة حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث؟ إذا صح الحديث فمعناه الاعتكاف الأكمل والأفضل، الاعتكاف الأكمل والأفضل، وليس معناه الحصر. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من خرج منه أو من أحد السبيلين
ولم يعلم أنه مني أو مذي وتوضأ وصلى. المني له علامة يجد الإنسان لذة بخروجه، خلاف المذي فإنه ينساب بدون لذة. وأيضا المني غليظ، المني غليظ وأبيض أو أصفر، وأما المذي فهو ماء لزج، بينهما فرق. نعم. يقول السائل: ما حكم لباس الملون وهل تجوز الصلاة فيه؟ نعم، يجوز اللباس ما عدا الأحمر الخالص على الرجل، لا يجوز للرجل أنه يلبس الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون غير الحمرة، أما الأحمر غير الخالص الذي فيه بياض وفيه بقع بيضاء فلا بأس بلبسه، وكذلك المخطط والملون لا بأس بلبسه. نعم. يقول السائل: ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ لا يجوز وضع المصحف على الأرض، يوضع المصحف إما على كرسي أو على شيء مرتفع، أو يوضع على السجادة على فراش، لا بأس. أما أنه يوضع على التراب وعلى الأرض هذا غير مناسب لحرمة القرآن. نعم. يقول السائل: ما حكم لبس خاتم من الفضة مكتوب فيه اسم الله أو محمد؟ أفيدونا بارك الله فيك. إذا كان اسمك عبد الله أو عبد العزيز أو عبد الكريم لا بأس، أما أنك تكتب اسم الجلالة فقط أو اسم محمد فقط هذا غير مشروع، لأنك ستدخل به الخلاء وتدخل به الماء ولا حاجة إلى ذلك. لكن لو كان اسمك يشتمل على لفظ الجلالة مثل عبد الله عبد العزيز عبد الحكيم فلا بأس بذلك أنك تكتب اسمك، ولكن إذا دخلت إلى محل قضاء الحاجة تدير الخاتم فتجعل فصه في داخل كفك تقبض عليه. نعم. هذا سائل يقول: رجل طاف 7 أشواط ثم بدأ بالسعي من المروة، فما حكم العمرة؟ إذا بدأ بالسعي من المروة ما يكفي هذا، الشوط اللي مضى من المروة إلى الصفا هذا لغو، لا يعتبر من الأشواط، لابد من 7 أشواط، كل واحد منها يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. أما الشوط الذي بدأ من المروة إلى الصفا هذا لغو، لا يعتبره من العدد، البداية من الصفا، تردد يبدأ من الصفا ويتردد بينه وبين المروة 7 مرات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا هو السعي الصحيح. أما البداية من المروة هذا غير صحيح، الشوط الأول غير صحيح. نعم. يقول السائل: يقول الله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، ويقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الآية، هل هاتين الآيتين يشرح بعضها بعضا؟ يتبع غير سبيل المؤمنين هذا المراد به الإجماع، استدل به العلماء على تحريم مخالفة الإجماع وما عليه علماء المسلمين، فمن خالف الإجماع فإنه متوعد بما في هذه الآية: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما هذه سبيلي طريقي، السبيل معناه الطريق، السبيل في قوله تبع غير سبيل المؤمنين غير السبيل في قوله قل هذه سبيلي، سبيلي يعني طريقتي وسنتي التي أسير عليها. نعم. يقول السائل: أنا تاجر أبني فندق بمالي الخاص، وعلي أن أستقرض أموالا من البنك حتميا مع العلم أن البنك ربوي. أنا تاجر أبني فندق بمالي الخاص، وعلي أن أستقرض أموالا من البنك حتميا مع العلم أن البنك ربوي، وإن لم أستقرض أتعرض للمحاسبة من طرف الحكومة وتكون علي غرامة جد مرتفعة،
السؤال هل أستقرض أم لا، مع العلم إن رفضت تكون الغرامة قدرها 2 مليون دينار أو أكثر، أفيدونا جزاكم الله خيرا. بناء الفندق اللي توقف على الربا لا يجوز، لا تبني فندق، كل الناس عايشين وهم ما لهم فنادق، اترك الفندق إذا كان ما يمكن إلا بربا، اتركه يرزقك الله غيره. نعم. هذا سائل يسأل ويقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وحديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم؟ حديث احتجم وهو صائم اللفظ ذي غير صحيح، ما احتجم وهو صائم، وإنما احتجم وهو محرم، هذا هو اللفظ الصحيح للحديث، فكلمة وهو صائم هذه غير محفوظة، كما نبه على ذلك الإمام أحمد رحمه الله والإمام مسلم والإمام شيخ الإسلام بن تيمية أن هذه اللفظة احتجم وهو صائم غير محفوظة في الحديث، وإنما المحفوظ احتجم وهو محرم. المحرم لا بأس أنه يحتجم، أما الصائم لا. نعم. يقول السائل هل يجوز وضع شيء للسجود عليه؟ إذا كان المكان حارا أو فيه شوك أو فيه حصى ويضع وقاية يسجد عليها من أجل أن يطمئن في السجود لا بأس، أما إذا كان المكان مناسب وليس فيه ما يؤذيه فكونه يسجد على الأرض أو على المصلى أفضل له من وضع شيء. نعم. يقول السائل هل وجه المرأة وكفيها وقدميها عورة في الصلاة أم لا؟ نعم، إذا كان عندها رجال، أما كفاها وقدماها فهما عورة في الصلاة، فلو صلت مكشوفة الكفين أو مكشوفة القدمين فصلاتها غير صحيحة، وأما وجهها فليس عورة في الصلاة وإنما هو عورة عند الرجال، عورة عند الرجال. أما الصلاة فيجوز للمرأة تكشف وجهها وهي تصلي إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، لأنه ليس عورة في الصلاة وإنما هو عورة عند الرجال غير المحارم، فالمرأة لها عورة في الصلاة ولها عورة خارج الصلاة. نعم. يقول السائل ما حكم المرور بين يدي المصلي أثناء الطواف، علما بأن المصلي لا يتخذ سترة؟ المسجد الحرام الزحام والشديد يتسامح بالمرور للضرورة، لأن الناس ما يمكن توقف طوابير العالم وتحجهم لما تفرغ من صلاتك، والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ففي المسجد الحرام يتسامح في المرور للضرورة، وأما في غير المسجد الحرام وفي مكان السعة ومكان والمكان الذي ليس فيه ازدحام فلا يجوز المرور أمام المصلي. نعم. يقول السائل هل يجوز الاعتكاف جماعي؟ ما في اعتكاف جماعي، كل يعتكف لنفسه منفرد، ولا يعتكف ناس جماع يرتبطون جميع ويعتكفون جميع، هذا لا أصل له، إن كانوا يعتقدون أن هذا سنة فهو غير سنة، أما لو اعتكف اثنان أو ثلاثة في غرفة من غير اتفاق ومن غير تنظيم لا بأس، أما أنهم يعتقدون أن هذا سنة، الاعتكاف جماعة سنة، هذا غلط، لكن لو فعلوه لا يعتقدون أنه سنة وإنما لأنه أرفق بهم وأحسن لهم يؤنس بعضهم بعضا ويتعاونون لا بأس. نعم. هذه سائلة تقول أنا امرأة قد اعتمرت مرتين، أول عمرة وصلنا إلى مدينة الرياض وقد حضرتني الدورة الشهرية ولم أحرم، وانتقلت مع أهلي إلى مكة وهم اعتمروا وأنا في ساحة الحرم، فهل علي شيء؟ أنا امرأة قد اعتمرت مرتين. نعم. أول عمرة وصلنا إلى مدينة الرياض وقد حضرتني الدورة الشهرية ولم أحرم، وانتقلت مع أهلي إلى مكة وهم اعتمروا
وأنا في ساحة الحرم فهل علي شيء؟ ساحة الحرم منه، لا تجلسين في ساحة الحرم لأنها من الحرم ويصلى فيها من المسجد، لا تجلسي فيها، اجلسي في السيارة أو في الشقة المسكن، إن كان لكم مسكن تبقين في المسكن، ما لكم مسكن تبقين في السيارة، ما معكم سيارة تبقين في مكان من الشارع، ولا تدخلي في ساحة الحرام أو في داخل الحرام لأنه كله من المسجد يصلى فيه. نعم. يقول السائل: أفطرت في رمضان عمدا ثم نسيت عدد الأيام لأنها كانت متفرقة على عدة أعوام، فما الحيلة جزاكم الله خير؟ الحيلة أنك تقدرها تقدير وتحتاط، قدرها باجتهادك وتحتاط زيادة أيام وتصوم، والله يعينك على هذا، وتطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير، عن تأخير القضاء. نعم. هل حكم الاستمناء في رمضان عمدا حكمه كحكم الجماع في نهار رمضان؟ حكم الجماع في أنه يبطل الصيام، وليس حكمه حكم الجماع في أنه يوجب الكفارة، ليس فيه كفارة ولكن فيه الإثم وفيه بطلان الصيام، فعليك بالقضاء، قضى هذا اليوم مع التوبة إلى الله عز وجل. وأما الكفارة إنها لا تجب إلا بالجماع. نعم. يقول السائل: هل تشرع قراءة القرآن جماعي بصوت واحد؟ لا يجوز هذا إلا للتعلم، إذا كان طلاب يتعلمون ويقرؤون جماعة من أجل أن يضبطوا الآية، لأن كون المدرس يدرس كل واحد على حدة هذا يشق عليه، فإذا درسهم الآية جميعا ونطقوا بها جميعا فلا بأس. أما من ناحية التلاوة لا، ما تكون جماعية، التلاوة كل يتلو لنفسه. نعم. يقول السائل: هل تجب الزكاة على من عليه دين؟ نعم، من عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول يزكيه ولو عليه دين، لأن الله أوجب الزكاة على من عنده المال، أوجب الزكاة على من عنده المال، ولم يقل إلا أن يكون عليه دين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال لجباية الزكاة ولم يقل لهم يسألوا أهل الأموال هل عليهم دين أو ما عليهم دين، فإذا كان عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول يزكيه ولو عليه ديون، هذا هو الصحيح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.